السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب قولوا لينكس، معكم عبد المجيب. واليوم بنتكلم عن طريقه طباعه الملفات اوكي على سنتو اس. طبعا لنا دور سنتو اس، ولكن زي ما اقول لكم دائما انه اللي ينطبق هنا راح ينطبق على حاجات ثانيه. عشان تطبع ملف معين اوكي عليك تكتب ال بي اوكي، ال بي الامر هذا، وطبعا في ال بي ار جيد اوكي. فتكتب ال بي ثم تحط الملف حتى شو اسمه تطبعه. نفترض ملف اسمه خلينا نسوي ملف جديد نانو فايل دوت تكست، ثم اوكي في ملف اسمه فايل دوت تكست ال بي ار فايل دوت تكست اوكي. طبعا لانه ما في طابعه محدده اوكي، فانا ما قدرت اني اطبع جيد، فانت لازم تحدد طابعه معينه. طبعا لاني مركب سنتو اس على الفيرتشوال ماشين فما عندي طابعه هنا اوكي، ولكن لو كنت اساسا معرف طابعه على النظام تقدر انك تحدد عن طريق ال بي ار ناقص كابيتال بي ثم اسم الطابعه. نفترض اسم الطابعه اسمها مثلا اكس اوكي فايل دوت تي اكس تي جيد. بالطريقه هذه انت راح تقدر تطبع. طبعا راح يقول لك انه خطا لانه ما في طابعه اصلا جيد. فهذه طريقه طباعه الملفات بكل بساطه. انت تكتب ال بي ار تحط اسم الملف وراح يتم طباعه الملف وانتهى الدرس. درس قصير جدا. نشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.